ولتسليط الضوء على أزمة الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مصطفى الكاظمي في منتصف العام المقبل بعد تنازع الأحزاب الطائفية على تقسيم الدوائر الانتخابية، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. بعد أن أعلن الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة دبت خلافات الآن بين الأحزاب المشاركة في العملية السياسية حول القانون والتنظيم لتلك العملية، كيف تقرؤون هذه الخلافات؟ شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة. الأمر الطبيعي هو أن تنشب خلافات وصراعات حادة، خصوصا عندما يكون المطلب الشعبي هو الذي يستجاب إليه من قبل إذا كان مجلس الوزراء أو حتى مجلس النواب مجبراً على إجراء التعديلات على قانون الانتخابات، رغم أنه ما زالت الفقرة الخاصة بتقسيم الدوائر يعني الملحق لم يبت بعلاقته بوزارة التخطيط والإحصاء السكاني إذا كان هناك فعلاً استجابة لأن تكون هناك دوائر، يعني بدل المحافظات تكون هناك الأقضية، والأقضية طبعا تختلف كثافة السكان فيها، إذا كان أقل من 100,000 يجب أن تدمج هذه الأقضية إلى أن تصل إلى 100,000 نسمة أو فوق أو أعلى. هذه القضية أيضا هناك خلافات حتى على الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة تبعا لنظرة أو وجهة نظر كل حزب أو كتلة على حدة. الحقيقة هي هذه المعضلة الأساس اللي القوى السياسية أو الطغمة السياسية المتسلطة الآن على السلطة في واد، والشعب العراقي في وضع آخر مختلف في واد آخر. هموم الشعب العراقي كثيرة، هناك أيضا ليس فقط الجانب الاقتصادي والجانب المعاشي، الجانب الأمني وجانب الكورونا وتفشيها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. إضافة إلى هذه ليست الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية هي المعوق الأساس، هناك أيضا معوقات قانونية ودستورية أخرى، كأن تكون مثلا قضية حل البرلمان، من يتحمل قرار حل البرلمان في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ هل رئيس الجمهورية باقتراح من مجلس الوزراء بإمكان أن يحل البرلمان؟ هل مجلس النواب قادر أو راغب بحل البرلمان قبل موعده؟ لا. هذه أيضا قضية خلافية مهمة دستورية، الفقرة 64 من الدستور تقضي بأن إذا كان هناك فعلا اتفاق بين مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية دستوريا بإمكانهم حل البرلمان، لكن أنا طيب أعتقد دكتور هناك في أيضا في تأويلات كثيرة. في ظل كل هذه المعطيات التي تكلمت عنها، هل تعتقد أن هذه الخلافات المبنية على المصالح الشخصية الضيقة لكل حزب أو جماعة، هل من الممكن أن تنشئ أزمة سياسية جديدة بينهم؟ هي الأزمة السياسية موجودة الآن، يعني هم يتبجحون بأن هناك يعني معوقات لعقد جلسات مجلس النواب والبت بقضية الملحق القانوني الخاص بقانون الانتخابات وعدم ذهاب القانون برمته إلى رئاسة الجمهورية لتصديق عليه وثم تحويله إلى وزارة العدل لنشره بالجريدة الرسمية. هذه ليست حقائق، الحقيقة المرة اللي هم يواجهوها الآن هي أنه فعلا عزلتهم عن الشعب. هاي قضية الانتخابات مرغمين عليها، ولا يمكن أن يرضخون بهذا الطريقة السهلة لحتى التأريخ موعد الانتخابات. لذلك شفنا إحنا اقتراح رئيس مجلس الوزراء اتنافى مع رئيس مجلس النواب يريد أبكر والآخرين يريدوا أبعد، وطبعا هذا الخلاف على الموعد أيضا مفتعل مصطنع لا يمت بصلب الحقائق، حقائق الأمور على أرض الواقع. الشعب الآن يعيش فعلا أزمة حقيقية نتيجة هذا الوضع الغير دستوري وغير قانوني، ناتج أيضا من كثرة الإشكالات الأمنية الآن. ونشوف الآن تقرير الهيومن رايتس ووتش اليوم بالذات أكد على أنه الاغتيالات اللي حدثت في محافظات الجنوب في البصرة والناصرية وحتى في بغداد كان دوافعها هو إنهاء الشخصيات
الشابة الممكن أن تكون مرشحة للانتخابات القادمة وتنافس هذه الطغمة الفاسدة المهيمنة على السلطة، فلجأوا إلى التصفيات الجسدية لهؤلاء الشباب. اثنين أيضا مجلس الأمن اليوم استمعت جلسة مجلس الأمن إلى بلاس خارت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد، وأيضا عكست الصورة القاتمة عن الوضع من بطالة ومن فقر ومن انفلات أمني وسلاح متسيب. هذه طبعا أيضا مشاكل حقيقية تواجه السلطة التنفيذية والتشريعية وحتى رئاسة الجمهورية في الوصول إلى حل يقنع الشارع العراقي. هذا هو الوضع المتأزم يوما بعد يوم في العراق. طيب، الدوائر الانتخابية معضلة أخرى تواجه القانون المنظم للانتخابات، هل تعتقد أن محاولات اللعب على وتر الدوائر الانتخابية هي وسيلة لضرب العملية الانتخابية بالأساس؟ هذا صحيح، هذا ممكن جدا، لأنه الحجج أيضا جاهزة من أنه إذا كان ذهبوا إلى دوائر متعددة راح تكون هناك حاجة إلى إحصاء سكاني، مثل ما أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين عنداوي، قال انه احنا محتاجين الى قضيتين جوهريتين في الموضوع، هي قضيه الاحصاء السكاني اللي تتحمل وزاره التخطيط، والتخصيصات الماليه اللي تتراوح بين 250 الى 300 مليون دولار، يعني يؤكد على ضروره تخفيضها الى 60%، طبعا مع الازمه الاقتصاديه وانخفاض اسعار النفط، بالتاكيد هذه المسالتين جوهريتين. لذلك أنا أؤكد على قضية الدوائر الانتخابية، هناك أضرار تلحق ببعض الأحزاب والكتل السياسية، وهناك فوائد تكتسبها أو تكسبها القوائم الأخرى، كأن تكون مثلا يعني بكثرة وجودها في المناطق الشعبية أو التركيز على تعدد المرشحين في مناطقهم. هذه طبعا المسألة أيضا بها مصالح خاصة وليس لها منفعة حقيقية لمستقبل الشعب أو حتى استجابة لمطالب ثوار انتفاضة تشرين المجيدة. هناك من يرى أن هذه الخلافات ما هي إلا مسرحية تقسم فيها الأدوار من أجل إبقاء المشهد السياسي على ما هو عليه الآن، هل من مصلحة الشركاء العملية أو الشركاء في هذه العملية السياسية الإبقاء على مربعات المشهد السياسي مستقر على او مستقره على ما هي عليه الان؟ هذا صحيح، هذا مؤكد. والان انا اضيف لك نقطه مهمه جدا. اليوم دخلت ايران على الخط لتوحيد الصف، ما يسمى الصف الشيعي من جديد، لانه تبقى حتى تبقى قضيه احتكار السلطه بيد هذه الاغلبيه بطريقه طائفيه واضحه، وايضا اعتماد مبدا المحاصصه في المرحلة القادمة. وإحنا كأنك يا أبو زيد ما غزيت، كأن الشعب العراقي قدم مئات التضحيات شهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين، لم يبت هم أنفسهم بهذه حجم هذه التضحيات، فيريدون يبقون على نظام المحاصصة المقيتة، وتبقى دائرة الفساد وملفات الفساد والقتلة يعتم عليها 100%. من الآن فصاعدا لم تحرك هذه قيد أنملة، ولذلك أنا أؤكد على أنه هم نفسهم حريصون على أنه يبقون على سلطاتهم، يبقون على محاصصاتهم، يبقون على نفوذهم، يبقون على مافيات الفساد وميليشيات المسلحة خارج إطار القانون. هذا أيضا نقطة مهمة جدا، لأنه دخولهم بأذرع مسلحة هذا أيضا خلاف الدستور، المادة 9 جيم من الدستور العراقي يمنع دخول أي فصيل مسلح، حتى العسكر في القوات المسلحة النظامية لا يمكن الترشح لأي فرد منها، أو لا يمكن التحشيد لأي مرشح من قبل. طيب دكتور، السؤال الأهم، السؤال الأهم الذي يطرح الآن، أنت قلت في بداية هذا اللقاء أن الخلافات لابد أن تكون كبيرة، خصوصا إذا ما كان المطلب الذي ينفذ هو مطلب الشعب، والآن تقول أن إيران دخلت لتوحيد صفوف البيت الشيعي كما يسموه سياسيا، لكن ماذا عن الشارع المنتفض؟ يعني كيف سيقبل بهذا الأمر إذا ما بقيوا نفس الأحزاب ونفس الكتل ونفس الشخوص على الواجهة؟ الشارع أمام الطريقين لا ثالث لهما، أما إصلاح الوضع برمته
القضاء على السلاح خارج سلطة الدولة، إنهاء الميليشيات، إنهاء مافيات الفساد، الحد من المال السياسي، تغيير القوانين، قانون حتى قانون الأحزاب يجب أن يغير باتجاه أنه لا تدخل أي فصيل مسلح إلى الانتخابات أو حزب له ذراع مسلح. هذا طريق يجب أن يكون فعلا صعب على الحكومة وعلى مجلس النواب وعلى رئاسة الجمهورية أن يسلكوه. الطريق الثاني أمام الشعب هو الاستمرار بثورته، ثورة تشرين المجيدة يجب أن تستمر إلى حين انهاء هذا النظام البائس، نظام المحاصصة المقيتة، وفي حال إصرارهم على الانتخابات، لأنه القضية هي فعلا لا تتعلق بأغلبية المشاركة أو عدم المشاركة، حتى 20% من الانتخابات الماضية مشوا النتائج بتمرير بتزكية من الأمم المتحدة. الآن الأمم المتحدة إذا تتدخل بطريقة أفضل وأوضح لصالح الشعب تتغير المسألة، أما لا. إذا أصروا على أنه يبقى القانون وتبقى هذه الشروط اللي هم يفرضوها على الشعب، فماكو طريق آخر غير الثورة والعصيان المدني. هذا هو الطريق الأمثل للشعب العراقي لإنهاء هذا الوضع، إنهاء هاي العملية السياسية المشوهة وإنهاء الطبقة نفوذ الطبقة السياسية أو الطغمة السياسية الفاسدة المهيمنة على السلطة في العراق. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.